شيخ، شخص يسأل، جامع امرأته في نهار رمضان بدون علم، يعني جهلا منه، فما الحكم في ذلك؟ يعني جهلا أنه يحرم الجماع ولا جهلا منه أنه لا يفطر، ليس من المفطرات، يعني يظن أنه مباح. إيه منه مباح، فلا شيء عليه. إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه، لا إثم ولا كفار، لأن القاعدة أن كل من فعل محظورا في العبادة ناسا أو جاهلا فلا شيء عليه. شيخ ما أدفع لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. ما يدفع طبعا كفارة لهذا؟ ليس عليك كفارة ولا قضاء. جزاك الله خير.